تأسست منظمة المطبخ المركزي العالمي سنة 2010 من قبل طاه إسباني أمريكي هو خوسي أندريس وزوجته باتريشيا. هدف المنظمة غير الحكومية وغير الربحية يتمثل في تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للمتضررين في مناطق الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية، ويرى مؤسسها أن الأمر لا يقتصر على وجبة طازجة تقدم لشخص ما في أعقاب كارثة، بل هي تذكير له بأنه ليس وحده وأن هناك أشخاصاً يهتمون به. وتصنف منظمة المطبخ المركزي العالمي نفسها الأولى في الخطوط الأمامية لتقديم وجبات غذائية استجابة للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية بتطبيق نموذج العمل السريع والاستفادة من الموارد المحلية والتكيف مع الأوضاع. أول تجربة للمنظمة عند تأسيسها كانت في هايتي عقب زلزال مدمر. توجه أندريس إلى المناطق المنكوبة وكان يطهو جنبا إلى جنب مع العائلات المتضررة، فوجد كما يحكي أن الأمر لا يتعلق بإطعام الأشخاص المحتاجين فقط، بل بالاستماع إليهم والتعلم منهم والطهي جنبا إلى جنب معهم. وأصبح للمنظمة بعد هايتي حضور في العديد من مناطق الصراعات والكوارث، ومن محطات عملها أوكرانيا، حيث قدمت الوجبات للعائلات الفارة من منازلها في غضون الساعات الأولى للغزو الروسي. وفي عام 2023 دمر زلزال قوي مناطق في وسط وجنوب تركيا وشمال سوريا، وكانت منظمة المطبخ العالمي بعد فترة وجيزة توزع وجبات الطعام على الناجين، وحدد فريقها بشكل سريع المطاعم القادرة على البدء بعملية الطهي فورا، وأقيم مطبخ إغاثة طارئ. وقدمت المنظمة أكثر من 20 مليون وجبة للمتضررين. وفي زلزال الحوز استخدم فريق المنظمة طائرات مروحية لإجراء تقييمات جوية شاملة للمنطقة، وجلبت هذه المروحيات آلاف الوجبات إلى الأسر المعزولة. ودخلت المنظمة في شراكة مع المنظمات المحلية وبنت مطابخ ميدانية لطهي الوجبات وتوزيعها على المتضررين، كما وزعت معدات طبخ ومواد غذائية ليتمكن المتضررون من الطهي بأنفسهم. ومع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، ساهمت منظمة المطبخ العالمي في تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للنازحين، إلى أن قتل أفراد فريقها في غارة إسرائيلية. لا تبدو هذه حربا ضد الإرهاب، يقول خوسي أندريس معلقا، ويضيف: لم يعد هذا الأمر يبدو حربا تتعلق بالدفاع عن إسرائيل، إنها تبدو حقا حربا ضد الإنسانية.